رغم أن الكرة المحلية كانت حكرا على اللونين الأزرق والبنفسج، إلا أن الكرة الحمراء لم تكن غائبة عن المشهد، حيث امتطى فرسان ديرة مهور العزيمة وجابوا بها أدغال القارة الأسيوية وخرجوا من ساحتها بأوسمة الشرف. لا تبكي يا حبيب العمر، هكذا خرجت الصيحات من المدرجات الإماراتية وهي تنعي الحظ الذي وقف بالمرصاد أمام حلم أحمر الفرسان في انتزاع اللقب القاري للكرة الآسيوية، والتي تمكن فيها فارس ديرة من الوصول لمحطتها الأخيرة بعرق نجومه وبحكمة مدربه وحنكة إدارته، ولكن لم يشفع له القدر ما علق في قميصه من عرق، فذهب اللقب لخصم جوانزو الصيني المدجج بالآلاف من جماهيره، بينما تبقى للأحمر الاحترام من جماهير وأعلام القارة لما قدمه من أداء في الرحلة الآسيوية والتي لم يخرج منها خالي الوفاض، بل كان نصيبه منها مركز الوصافة، وأيضا مهدت البطولة الآسيوية الطريق للقب أفضل لاعب في القارة لموسم 2015، والذي احتكره البيت الأحمر عبر الأسمر خليل بعد مفاضلة كان النجم الإماراتي عموري طرفا فيها، ليزدل الستار الآسيوي عن أحداثه دون أن يمحو من ذاكرته ما قدمه الفرسان في الأدغال الآسيوية. هاي الجائزة جت من تعب، الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين، وأهدي هاي الجائزة لشعب الإمارات ولكرة الإمارات وللنادي الأهلي. أبارك لشيوخ الإمارات على الإنجاز، وإن شاء الله منها إلى الأعلى إن شاء الله. وأشكر الجهاز الإداري والفني في النادي وفي المنتخب، وأشكركم على حضوركم، مشكورين.